أيضا يقول: أو حجامة، والحجامة هي إخراج الدم من البدن بطرق معروفة، ويلحق بها الفصل والشرط، وهو شق العرق إما طولا وإما عرضا، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. والعلة هي ما يحدث عند المحجوم من الضعف، من ضعف البدن. وعلى هذا فيلحق بالحجامة التبرع بالدم، لأنه في معناها لما يحصل بسببه من الضعف. وأما التحليل أو أخذ عينة من الدم فإنها لا تفطر الصائم، لأنها ليست في معنى الحجامة بما يحصل فيها من الضعف.